فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إفطار اليوم العاشر من شهر المحرم بالصيام بنية صيام عاشوراء؟ نعم، لعلك تريد الجمعة أو مطلقة. صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه يكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه يكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.